السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا مع فاير فايتنج اكاديمي. نحن في الجلسة الرابعة من القراءة للكود ان اف بي اي 90A الخاص بأنظمة مجاري الهواء التكييف. وصلنا إلى طبعا في الفصل الرابع، الفقرة الثالثة، تكلمنا على 10 فقرات فرعية، وصلنا إلى البلينيومز. البلينيومز يوجد فيه عدة نقاط، نتكلم عن بعضها إن شاء الله في هذه الجلسة. في بالنسبة للتخزين، طبعا البلينيومز معروف هو البلينيومز، بس يوجد عدة أنواع منه، إما فوق السقف المستعار أو تحت الأرضية، أو هو صندوق متصل مباشرة بجسم الـ HU أو الفانكويل وما أشبه ذلك. بالنسبة للستوريج، طبعا يمنع التخزين في البلينيومز، ولا يقصد للإشغالات ولا للتخزين. طبعا اي مواد يمكن الوصول اليها، مواد طبعا من الغبار والاوساخ وما اشبه ذلك، والتي تكون موجوده ضمن هذه المكان يجب ان ازالتها. ايضا اذا كان هناك اسلاك كهربائيه، وهذه طبعا مخصصه للفيوتشر، للاستخدام في المستقبل، وعليها تاج، فيجب التاكد من ان هذا التاج يتحمل الظروف المحيطه والهواء المحيط بها، طبعا في حال وجودها ضمن البلينيومز. ولكن هو من الأفضل أن يكون البلينيومز خالي من أي شيء آخر غير مزج الهواء. النقطة التالية هي السيلينج كافيتي بلينيوم، طبعا هو الفراغ فوق السقف المستعار. طبعا مثل هذا الفراغ يسمح باستخدامه للهواء التغذية للمنطقة المشغولة، أو للريترن، أو للإكزوست، يعني للأنواع الثلاثة من الهواء. طبعا مع مراعاة بعض الشروط في من 1 حتى 7. النقطة الأولى أنه إذا فكان يعني مثلا فوق السقف المستعار منطقة فيها فاير ريزيستنس، فيتم المحافظة على هذه الفاير ريزيستنس وسموك ستوبينج وكل الأمور المتعلقة بالفاير والسموك الموجودة فوق السقف المستعار. النقطة الثانية، إذا كان لدينا اللايت ديفيوزرز، اللايت ديفيوزرز طبعا هو الـ 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 هو مثلا أداة تعطي إضاءة وفيها جزء يخرج منه الهواء، فيجب أن تكون حسب الـ UL 1598 عند استخدامها، طبعا وخاصة اللايت ديفيوزرز المصنعة من مواد ليست معدنية وليست زجاجية. طبعا درجة الحرارة الموجودة في هذا البلينيوم فوق السقف المستعار يجب أن لا تزيد عن 121 درجة مئوية. النقطة الرابعة، طبعا مواد التشطيب الموجودة فوق السقف المستعار يجب أن تكون من مواد غير قابلة للاحتراق أو ذات قابلية محدودة ولديها ماكسيموم سموك ديفلوبد اندكس من 50، طبعا حسب إلا ما هو مستثنى من الفقرة 1 حتى الفقرة 3. وطبعا أيضا يجب أن تتحمل التعرض المباشر لدرجة الحرارة والرطوبة طبعا وفقا للهواء القادم، سواء من وحدة التغذية أو سواء كان ريتيرن أو ميسوس. طبعا هذا الهواء الموجود ضمن البلينيوم يجب أن تتحمل المواد الموجودة التعرض المباشر لدرجة الحرارة والرطوبة. الاستثناءات، طبعا ذكرنا أن الاستثناءات يجب أن تكون مواد غير قابلة للاحتراق أو ذات قابلية محدودة مع سموك ديفلوب. أما هنا الاستثناءات وخصوصا إذا كان لدينا المواد المصنوعة في بياء الهيكل او البلينيوم سبيس بين السيلينج اند روف، من مواد ليست لا تصنف انها فاير ريزيستف اسمبلي، حسب ما هو موجود بالفقره 533 تسمح باستخدام مثل هذه المواد، طبعا حسب ما هو موجود بالنقطتين التاليتين. يعني اذا كانت مواد بالاصل ليست فاير ريزيستف طبعا ومصنوع منها هو الفراغ فوق مصنوع من مثل هذه المواد، طبعا حسب ما هو من هذه المواد الموصفة بالفقرة 533 فيسمح باستخدامها حسب النقطتين التاليتين. النقطتين المتعلقتين بالفليم سبريد اندكس لا يزيد عن 25، والسموك ديفلوبد اندكس لا يزيد عن 50 لكل السطوح، سواء السطوح الظاهرة أو السطوح التي قد تنتج عن قطع السطوح الحالية. مثلا إذا كان لدينا مثلا خرسان، تحت الخرسانة يوجد مثلا سطح آخر ولكن هذا السطح له خصائص أخرى، ففي حال مثلا قطع مثل هذه السطوح وصلنا إلى سطح داخلي أو طبقات داخلية من المواد، فأيضا يجب أن تكون كل هذه المواد من نفس الخصائص 25 و50 بالنسبة للفليم وبالنسبة للسموك. طبعا وأيضا مواد التعليق الخاصة بالسقف المستعار يجب أن تكون من مواد غير قابلة للاحتراق.
النقطة الخامسة من هذه الأمور، إذا كان لدينا البلينيوم هو جزء من الفلور سيلينج اسمبلي أو روف سيلينج اسمبلي كما مر معنا في الجلسة الماضية، وهو مختبر، هذا الاسمبلي مختبر ليكون فاير ريزيستنس لمدة ساعة أو أقل، فهذا الاسمبلي يجب أن يحقق المتطلبات الموجودة في الفقرة 5.3.3. النقطة السادسة، طبعا المواد الموجودة ضمن فراغ السقف المستعار والمعرضة للهواء يجب أن تكون غير قابلة للاحتراق أو أنها تعطي فليم سبريد إندكس 25 وماكسيموم سموك ديفلوبد إندكس 50 إذا كانت تختبر وفقا لـ STME 84 أو UL 723، وأيضا متوافقة مع النقاط من 1 إلى 11 التالية طبعا حسب ما هو قابل للتطبيق. إذا النقطة السادسة يتفرع عنها 11 نقطة. بالنسبة أول نقطة، يوجد الأسلاك سواء الإلكتريكال وايرز، الكيبلز، الأوبتيكال فايبر كيبلز، يجب أن تكون مسجلة لتملك ماكسيموم ديك أوبتيكال دنسيتي من 0.5 أو أقل. طبعا بحث قليلا عن البيك أوبتيكال أو أوبتيكال دنسيتي، طبعا هو باختصار هو رقم يعبر عن قابلية المواد لامتصاص الضوء المار عبرها، فبالتالي هذه الكابلات يجب أن تتمتع بخصائص ماكسيموم بيك من نصف والأفرج من 0.15 أو أقل والماكسيموم فليم سبريد ديستانس من 1.5 متر عندما يتم اختباره وفقا لـ NFPA 262، أو يجب أن تركب مثل هذه الأسلاك إما ميتال ريشوي أو ميتال شيدد أو نون فنتليتد ميتاليك باسوي. إذا في حال تركيب ضمن هذه الثلاث عناصر أيضا يسمح بالتركيب، أو أن لدينا هذه الأسلاك خاضعة لل UL 2424 فتعتبر صالحة للاستخدام وفقا للنقطة السابقة. أيضا بالنسبة للبنيوماتيك تيوبينج فور كنترول سيستمز يجب أن يتمتع بنفس الخصائص بالنسبة للأوبتيكال دنسيتي، وايضا النون ميتاليك فاير سبرينكلر بايبنج ايضا يجب ان تتمتع بالنسبه نفس الخصائص بالنسبه للاوبتيكال دنسن اوبتيكال دنسيتي. ايضا بالنسبه للكوميونيكيشن ريشوي ايضا يجب ان تتمتع بنفس الخصائص بالنسبه للاوبتيكال دنسيتي. بالنسبه للاجهزه الاخرى مثل اللود سبيكرز والريسيست لايتنج فيكتشر والكامل الملحقات وادوات التعليق والكيابل وكل هذه الامور المتعلقه مثل هذه الادوات يجب ايضا ان تكون بنفس المواصفات بالنسبه للاوبتيكال دنسيتي، ولكن يضاف اليها هنا البيك هيت ريليس يجب ان يكون 100 كيلو واط او اقل عندما يتم اختباره وفقا لليو ال 2043. يعني هنا في اضاءه ويوجد مصدر حراره، فبالتالي تم اعتبار الحراره المنطلقه او معدل الحراره المنطلقه لا يتجاوز ال 100 كيلو واط. بالنسبه للمواد البلاستيكيه بلاستيك بايبينج وتيوبينج الموجودة في أنظمة البلومينج فيسمح بوجودها ضمن السقف المستعار، وهذه نقطة مهمة لأنه يعني كثيرا ما توجد المواسير فوق السقف المستعار الذي مستخدم كبلينيوم، فبالتالي يجب مراعاة الانتباه لخصائص هذه المواسير من ناحية الفليم سبريد اندكس 25 أو السموك ديفلوبد اندكس 50 عندما يتم اختباره وفقا الاس تي ام اي 84 واليو ال 723. طبعا هذا الاختبار بالنسبة للمواسير يتم من دون وجود ماء أو أي سوائل أخرى ضمن الاختبار. أيضا بالنسبة للمواسير البلاستيكية المسجلة يجب أن تملك ماكسيموم كمان أوبتيكال ديستانس دنسيتي من نفس الخصائص نصف و 0.15 والماكسيموم فليم سبريد ديستانس 1.5. ايضا يسمح باستخدام هذه المواسير طبعا ضمن فراغ السقف المستعار. ايضا النقطة الثامنة، اي مواد اضافية وثانوية لانظمة توزيع الهواء يسمح بان تكون موجودة اذا كانت متطابقة مع المتطلبات الموجودة في الفقرات 4.3.3. اما سموك ديتكتورز فلا داعي لان يطابق للمواصفات 4.3، طبعا مر معنا هذا الكلام. والاير داكت سبلاينج حسب الـ 4.3.1.2 والاير كونكتورز حسب 4.3.2 ايضا يسمح بوجودها ضمن فراغ السقف المستعار. النقطة 11 بالنسبة للنقطة السادسة، المواد
المستخدمة بأي شكل موجودة عليه، طبعا يجب أن لا تكون كمية الحرارة المتوقعة المنطلقة منها أن لا تتجاوز عن 3500 بي تي يو. طبعا عندما يتم اختباره وفقا للـ NFPA 259 متضمنة للنقاط التالية. طبعا جميع هذه النقاط تتعلق بنوع المواد وقابليتها للاحتراق أو الحرارة المنطلقة عنها. النقطة الأولى أن المواد التي يدخل في تركيبتها المواد غير قابلة للاحتراق والتي لديها سطوح لا تتجاوز في سمكها 3.2 مليمتر ولديها فليم سبريد اندكس لا يتجاوز 50. وأيضا هنا يوجد لدينا مواد كمان مهما كان الشكل المستخدم فيه أو السمك المستخدم فيه، طبعا لديها فليم سبريد لا يزيد عن 25. وأيضا السطوح الناتجة عن قطع مثل هذه السطوح أيضا لديه نفس الخصائص، لا يزيد الفليم سبريد اندكس عن 25 عندما يتم اختباره وفقا للاس تي ام اي 84 أو اليو ال 723. طبعا كما مر انه المواد التي يمكن ازالتها فيجب ازالتها من الفراغ الموجود فوق السقف المستعار. النقطة الثالثة بالنسبة للبلينيوم هو البلينيوم المتصل مباشرة، هو الموجود من الشيت ميتال والمتصل مباشرة مع المراوح والفان كويل او الاتش يو او السخانات او ما اشبه ذلك، فهذا ايضا المستخدم لغرض توزيع الهواء او تجميع الهواء. فهذا هو الابارتس كيسينج بلينيوم، هو النوع الثاني من البلينيوم. طبعا يسمح باستخدامه بغض النظر عن نوع الهواء سبلاي او ريتيرن او اكزوست. طبعا يجب ان يكون من مواد حسب ما هو موصف في 4-3-1 مع مراعاة ما يلي: مراعاة اش سماكنا ومراعاة اشري ومراعاة النقاط الـ 4-3-3 والمتعلقة بالتغطية واللايننج والمواد الملحقة. طبعا بالنسبة للكابلات الالكتريكال وايرز والكيبلز والاوبتيكال فايبر كيبلز يجب ان تكون المواد حسب 4-3-4. النوع الاخر من البلينيوم هو البلينيوم لوحدات الاي اتش يو، يعني انا لدي وحدة اي اتش يو، غرفة وحدة الاي اتش يو، هذه الغرفة يصب فيها الهواء مثلا، فبالتالي مثل هذه الغرفة تعتبر بلينيوم ويسمح باستخدام مثل هذه الأمور. طبعا مثل هذه الغرفة تستقبل الهواء من عدة اتجاهات طبعا، ويتم بعد ذلك إعادة تدويرها ضمن الـ AHU. بالنسبة للـ Duct Covering والـ Duct Lining وكل هذه الملحقات يكون حسب 4-3-3. طبعا والتخزين لا يسمح بالتخزين، واي مواد يمكن تخزينها ويسهل الوصول اليها فيتم اخراجها، وايضا الكابلات في حال وجودها فالتاج الموجود عليها يجب ان يتحمل الظروف المحيطه. طبعا وايضا المواد المستخدمه في انشاء مثل هذا الغرف يجب ان تكون من مواد غير قابله للاحتراق وذات قابليه محدوده مع ماكسيموم سموك ديفلوبد اندكس من 50 لا يزيد عن 50، وايضا تتحمل التعرض المباشر لدرجات الحرارة والرطوبة الناتجة عن الهواء. الكابلات يجب أن تكون الأوبتيكال دنسيتي طبعا كما أمر دائما 0.5-0.15 وتطور انتشار اللهب 1.5 متر عندما يتم الاختبار وفقا لل 262 أو أن يتم تركيبها ضمن الميتال ريشوي أو الميتال شيثد أو أن تكون مغلقة بشكل كامل بالـ Non-Ventilated Pathway. طبعا إذا كانت لدينا الوايرات موجودة ضمن Metal Raceway من دون أن تكون لديها كفر غير معدني، أو لدينا موجودة ضمن Metal Sheathway، أو كانت موجودة بشكل كامل ضمن Non-Ventilated Pathway، فأيضا فمثل هذه التركيبات تعتبر محققة المتطلبات وبالتالي لا تعتبر أنها معرضة لتيار الهواء. وأيضا إذا كان لدينا كابلات حسب الـ UL2424 فهذا أيضا مقبول ومحقق للمتطلبات. نقف هنا عند البلينيوم تحت الأرضية في الفراغ بين الأرضية المرتفعة. إن شاء الله في الجلسة القادمة نقرأ مثل هذه الفقرة للتعرف على أهم البنود الموجودة فيها. بالله التوفيق، نراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.